السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعنا الكرام متابعتنا الكريمات، مرحبا بكم مجددا في قناتكم هميزات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في أتم الصحة والعافية. عدنا إليكم متابعنا الكرام مجددا بعروض بيم تركيا ليوم الجمعة 9 يوليوز 2021، يعني الجمعة ديال هذا الأسبوع هذا. بالنسبة لهذه العروض هذه بالمناسبة ديال عيد الأضحى، فنكتشفوا جميعا العروض ديالهم بهذه المناسبة هذه. كما كتعرفوا دائما متابعنا الكرام، في العروض ديال بيم تركيا كنجيبوهم على سبيل التغيير وعلى سبيل التسلية والتعرف على الجديد ديالهم، وفرصة هذه في هذه الأيام هذه نتعرفوا على العروض ديالهم في ديال العيد. قبل ما نبداو التقديم ديال هذه العروض هذه، كنبغي نشكركم كما العادة متابعينا الكرام على التشجيعات ديالكم والتعليقات ديالكم الزوينة، واللي أول مرة يزورنا في القناة يشتركوا يفعل زر الجرس باش ما يفوتوا حتى عرض إن شاء الله. فراه كنجيبوا العروض ديال بيم ديال المغرب وديال المرجان وديال العديد من المتاجر في المغرب، فابقوا متبعين معنا إن شاء الله ما يفوتكم حتى عرض. وما تنساوش الضغط على الزر ديال الإعجاب، هذا الشيء كيشجعنا بزاف. ونبداو على بركة الله. كاين أول منتوج معنا واحد الهاشوار ديال اللحم كما كتشوفوا معنا باش طحنوا الكستة. بالنسبة لهذه جاية بهذا الشكل هذا من الشركة ديال فاكر، هذه في القوة ديالها 2000 واط كما كتشوفوا معنا جاية بهذا الشكل هذا. الموس ديالها من الإينوكس ما كيصديوش. وبالنسبة لهذه في الثمن ديالها راه دايرة 515 درهم، 10300 ريال كما كتشوفوا معنا جاي بهذا الشكل هذا. كاين ايضا معنا واحد المنشار كهربائي، بالنسبه لهذا ممكن تستعمل في التقطاع ديال اللحم في العيد. هذا عامين ديال الكارونتي كما كتشوفوا معنا ب 255 درهم، 5100 ريال، من الشركه ديال بروير. كاين ايضا معنا من نفس الشركه واحد المضايه ديال السكاكين، عندها جوج حجاري كما كتشوفوا معنا، عامين ديال الكارونتي. هذه الاستهلاك ديالها 150 واط، القوه ديال الموتور، ودايره 3300 ريال، جايه بهذا الشكل هذا. كاين ايضا معنا واحد المقلات او واحد المشوات بهذا الشكل هذا، هذه في الديامتر ديالها متابعينا الكرام 30 سنتيم من الشركه ديال لافا، 105 دراهم، 2100 ريال. كاين ايضا معنا واحد اللوحه ديال التقطيع ب 61 درهم، 1200، 1220 ريال. بالنسبه للمميز بهذه اللوحه هذه ان فيها مضايه ديال السكاكين في القنت كما كتشوفوا معنا، ممكن تمضيو بها السكين ديالكم، وهذه راه من الخشب ديال البامبو. كاين ايضا معنا واحد الاله ديال الطبخ فيها 1550 واط كما كتشوفوا معنا، بالنسبه لهذه دايره 175 درهم، 3500 ريال. كاين ايضا معنا واحد المجموعه ديال ميكسور وهاشوار وضراب من الشركه ديال فاكر، هذه كل مره كيجيبوهم بلون، هذه المره جابوهم باللون الاسود 3 في 1 كما كتشوفوا معنا ب 310 درهم، 6200 ريال. كاين ايضا معنا متابعينا الكرام واحد المجموعه ديال جوج كوكوطات وجوج طناجر في نفس الوقت، بالنسبه لهادو من الشركه ديال برلين. المميز فيهم انهم وحده قصيره وحده طويله، وعندهم مغلقه كتجي معاهم بجوج، ومغلقه ديال الكوكوط كتجي معاهم بجوج كما كتشوفوا معنا جايين بهذا الشكل هذا. يعني ممكن تستعملوا الصغيره ككوكوت والكبيره ككوكوت، وممكن تستعملوا ايضا الصغيره كطنجره عاديه والكبيره كطنجره عاديه. بالنسبه للثمن ديال هادو راه دايرين 3300 ريال كما كتشوفوا معنا. كاين ايضا معنا واحد المقلات من شيفس جايه بهذا الشكل هذا، فيها 32 سنتيم جايه بهذا الشكل هذا ب 72 درهم، 1440 ريال. كاين ايضا معنا واحد المجموعه ديال الطناجر ومقالي من الشركه ديال شيفس، ايضا كاين المقلات فيها 14 سنتيم، الطنجره فيها 12 سنتيم، والمقلات اللي جايه بهذا الشكل هذا فيها 14 سنتيم. بالنسبه لهادو راه الثمن ديالهم موحد، يعني كل مقلات فيهم او كل طنجره دايره 20 درهم كما كتشوف معنا. ثمن زوين بزاف صراحه، ما كرهناش انهم يجيبوا بحالهم في المغرب في القريب ان شاء الله بثمن مقارب. كاين ايضا معنا واحد المجموعه ديال السكاكين، كاين هذا المقده من ايضا شيفس ب 41 درهم، 820 ريال. كاين هذا السكين ب 18 درهم، 360 ريال. كاين هذا الاداه ب 27 درهم كما كتشوفوا معنا ب 540. كاين ايضا معنا واحد المبرد ب 300 ريال كما كتشوفوا معنا، واحد المجموعه ديال السكاكين كل سكين داير 260 ريال، كاين الكبار وكاين الصغار، الا هاد جوج صغار اللي دايرين بجوج 260 ريال. كاين ايضا معنا واحد السطل فيه 42 لتر داير
20 ريال. كاين هاد المقابض هادو ب 8 دراهم الوحدة. كاين هاد الطاولة او هاد الصينية القبيلة للطي ديال القهوة دايرة 51 درهم 1020 ريال. وكاين هاد السكان العزيني للحرارة كيجيو بثلاثة دلوينات اللي كتشوفو في هاد الدوائر الصغيرة. بالنسبة للكبير فيه 25 لتر داير 25 درهم، والصغير فيه 8 لتر داير 340 ريال كما كتشوفوا معنا. كاين هاد الميفرامة ديال التوم ب 8 دراهم 260. كاين هاد الطحانة ديال العطرية كهربائية كتخدم بالحجرة ب 51 درهم. كاين هاد الطاولة القابلة للطي كما كتشوفوا معنا، طاولة قصيرة ب 72 درهم 1440 ريال. كاين هاد البواطة ديال التخزين ب 28 درهم 560 ريال. وكاين هاد الأغليفة أو هاد الأغطية ديال الطاولة ليناب فيهم 160 على 160 ب 7 درهم. متابعينا الكرام كما كتشوفوا معنا جايين بهذا الشكل هذا. كاين أيضا معنا متابعينا الكرام واحد المجموعة ديال المطبخ من كامتل، هذه اللي ديما كتجاب مجموعة زجاجية بالنسبة للثمن ديال هادو. هاد المرة جابوهم ب 1545 درهم، فيها لاهوت، فيها البوطة أو الصفيحة ديال المطبخ الزجاجية، وفيها الفرن. بالنسبة للفرن كيستهلك 1600 واط كما معروف، راه دايما كيجيبوهم. بالنسبة لهادو كما كتشوفوا معنا دايرين 31000 ريال كما كتشوفوا معنا جايين بهذا الشكل هذا من كامتل. كاين ايضا معنا متابعينا الكرام من نفس الشركه لكن بشكل اخر، مجموعه ديال المطبخ غير زجاجيه، يعني مجموعه عاديه فيها لاهوت حتى هي، فيها الصفيحه ديال المطبخ يعني غير زجاجيه عاديه، وفيها الفرن الكهربائي. كاين اللي كيفضل متابعينا الكرام الصفيحه ديال المطبخ ما يكونش فيها الزاج، فكاين اللي كيخاف من داك الزاج انه يتهرس. بالنسبه لهادو جابوهم ب 1235 درهم كما كتشوفوا معنا، تقريبا 25000 ريال كما كتشوفوا معنا جايين بهذا الشكل هذا. كاين ايضا معنا الصفيحه الزجاجيه غير بوحدها هذه المره من كامتل، دايره 465 درهم هذا الشكل هذا، تقريبا 9300 ريال. كاين لاهوت باللون الابيض ب 200 درهم 205 درهم 4000 ريال او 4100 من كامتل. وكاين ايضا معنا واحد الفرن كهربائي من سينفير 42 لتر ب 6200 ريال 309 درهم تقريبا. وكاين هذا الفرن الصغير من كامتل 32 لتر ب 205 درهم 4100 ريال كما كتشوفوا معنا. كما شفتوا معنا متابعينا الكرام عروض زوينه بزاف، خاصه هذه المجموعات ديال المطبخ، نتمنوا انهم يجيبوهم المغرب في القريب، فالعديد من السيدات كيسولوا عليهم، نتمنوا انهم يجيبوهم سواء الصفيحه ديال المطبخ او المجموعه الزجاجيه او المجموعه العاديه ديال المطبخ او لاهوت، فالاثمنه صراحه عندهم زوينين بزاف. نتمنوا انهم يجيبوهم المغرب في القريب باثمنه مقاربه، سواء هادو هاد المجموعات هادو او المنتوجات اللي عرضنا قبل، نتمنوا انهم يجيبوهم في القريب. نتمنى متابعينا الكرام ان هاد العروض تكون نالت الاعجاب ديالكم، ونكونوا قدمناهم بطريقه سهله ومفيده. لأول مرة يزورنا في القناة يشتركوا في هذا الجرس باش ما يفوتوا حتى عرض ان شاء الله، ويبقى ديما يوصل الجديد. كما قلنا هذه العروض راه فقط في تركيا ماشي في المغرب، وغتكون عندهم ان شاء الله يوم 9 يوليو 2021 اللي غيكون يوم الجمعة، ونتلاقاو في عروض اخرى متابعينا الكرام وفي ميزات اخرى. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.